هذا وعقد سعادة الدكتور عبد اللطيف رشد الزياني وزير الخارجية اجتماعا مع معالي السيد بيتر سيارتو وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر في مدينة مراكش المغربية الشقيقة. وخلال الاجتماع أكد سعادة وزير الخارجية حرص مملكة البحرين على توطيد أواصر التعاون والصداقة والشراكة السياسية والاقتصادية مع المجر وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين وشعبين الصديقين، هذا إلى جانب استعراض القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.